بالتالي الرقم القياسي السابق لهذه التظاهرة على مستوى الإناث اللقب عاد لديابيبي ليما من إثيوبيا بساعة 11 دقيقة 50 ثانية في سباق العشر كيلومترات على مستوى الإناث. اللقب عاد لمريم أماري من إثيوبيا 33 دقيقة 15 ثانية. على مستوى الذكور كان هناك إيريك كامورو تيروب من كينيا اللي حقق 29 دقيقة 10 ثواني. أموس كيبرونو جاء في المركز الثاني ب 29 دقيقة 18 ثانية. المركز الثالث عاد لكمال يوسف من المغرب في الرتبة الثالثة كما ذكرت 29 دقيقة 23 ثانية، في حين كولا محمد جاء في الرتبة الرابعة من المغرب دائما 29 دقيقة 54 ثانية، وفي الرتبة الخامسة بن هادي يوسف من المغرب 30 دقيقة 16 ثانية. على مستوى في سباق 10 كيلومترات أول مغربية كانت المرادي إلهام التي جاءت في المركز الرابع على مستوى 10 كيلومترات 37 دقيقة 14 ثانية. بعد قليل سيكون هناك حفل تسليم الجوائز للأبطال المعروفين اللي حضروا معنا هذه التظاهرة واللي كانوا حاضرين في هذا السباق. إذا عبد القادر أبو عزيز رافقنا خلال هذا السباق وسيرافقنا لدقائق قبل أن عضو اللجنة المنظمة سيكون ضمن الحاضرين هناك لتنظيم أو لتسليم الجوائز للمتوجين وعلى رأسهم حسن العباسي، لإضافة إلى المبلغ المخصص لصاحب الرتبة الأولى. عاد باش التحفيز ديال الرقم القياسي، ولا كاين فقط أنه المبلغ إجمالي فيه الرقم القياسي وفيه أيضا التحفيز. فدرنا واحد يعني تحفيز للجميع عند العشرة الأوائل ديال نصف ماراثون وبالنسبة للبنات والأولاد، ودرنا كذلك الخمسة الأولين بالنسبة للعشرة كيلومتر بنات وأولاد. فبطبيعة الحال التحفيز في المالي فهو كيبدا من 30000 درهم حتى ل 2500 بالنسبه للعشر، اضافه الى الركور ديال هذا نصف ماغاطون اللي هو 20000 درهم. فالفائز ككل بهذا السباق فهو غادي يكون مدى واحد جائزه ديال 50000 درهم. فالحمد لله ما تيهمش يعني الماديات، ولكن العرس الرياضي ديال مدينه بركان فهو عرس نجح بكل المعايير وبصحة العدائين اللي فازوا. ونتمنوا ان شاء الله الدورات القادمه نمشيو يعني دقه دقه باش ان شاء الله نحاولوا اننا نجيبوا بزاف ديال العدائين اللي يدخلوا لنا في, 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 في